He will be answer the question. إجب على الأسئلة. Read the title. اقرأ العنوان. Who do you think the keeper is? من تعتقد الحارس كان؟ Look at the photo. انظر إلى الصورة. Where was the treasure hidden? أين كان الكنز مختبئ؟ طيب هنا keeper of hidden treasure يعني حارس الهيدن يعني keeper of hidden المختبئ treasure معناته الكنز يعني حارس الكنز المختبئ تمام. طيب there is not this is not a fairy tale nor a scary story it is the story of the discovery of 900 year old treasure of the Korean shore يعني هذه ليست قصة خيالية ولا قصة مخيفة إنها قصة اكتشاف الكنز عمره 900 عاما قبالة الشاطئ الكوري. A fisherman caught an octopus that had bits of blue pottery attached to its tentacles. At first he thought they were shells. He caught more octopus and they all had shed attached to their tentacles. Finally, he bought up an octopus that had a whole plate caught on its tentacles. يعني كلام هذا انه اصطاد الصياد الكوري الاخطبوط بقطع من الفخار الازرق معلقة على مخالبه في البداية ظن أنها قذائف لقد اصطاد المزيد منها المزيد من الأخطبوط وكان لديهم جميعا شذايا متصلة بمخالبهم أخيرا أحضر أخطبوط به طبقا كامل عالق على مخالبه. طيب That was when he realized that he had made an important discovery he had heard about shipwrecks with ancient pottery in the area so he contacted the museum as soon as he got back. يعني كان ذلك عندما أدرك أنه قد حقق اكتشافا مهما كان قد سمع عن حطام السفن ذات الفخار القديمة في منطقته. طيب لذا اتصل بالمتحف بمجرد عودته. طيب an urgent underwater exploration led the discovery of 30 perfect examples of 12th century bowels thanks to the octopus family. يعني اكتشاف عاجل تحت الماء في اكتشاف 30 نموذجا من الأوعية القرن الثاني العشر وذلك بفضل عائلة الأخطبوط. طيب اقرأ القصة وقم بتدوين الملاحظات في الصناديق. Read the story and make notes in the boxes. طيب عندك هنا Who found the treasure؟ من الذي وجد الكنز؟ A Korean fisherman، الصياد الكوري. Where did he find it؟ سؤال رقم 2 أين وجده؟ Near the Korean seashore، قريب من ساحل الكوري. How did he find it؟ كيف وجدها؟ إن he caught an octopus with blue shade. وجد عن طريق الأخطبوط. Okay. What was the treasure؟ ماذا كان الكنز؟ 30 perfect 12th century bowels. كانت الأواني الفخارية يعود تاريخها حوالي 12 قرنا و30 نموذجا منها. What did he do with it؟ ماذا فعل بها؟ He contacted the museum. عمل على اتصال في المتحف. طيب Think of a story about hidden treasure that you have read or heard. Make notes in the chart below and then your notes to write the story. يعني فكر بقصة قد سمعتها أو عن اختباء الكنز قريتها أو سمعت عنها اعمل بعض من النوتات لإبراز هذه القصة
التي سمعتها أو قرأتها. مثلا هنا تخلق القصة من عندك. Why did he hide it؟ مثلا لماذا هو خبأ هذا الكنز يعني. Who did it؟ من فعله؟ تكتب اسم الشخص هنا. Where was it hidden؟ أين كان مختبي هذا الكنز؟ مثلا في جبال أو في البحار أو في مثلا في الصحراء. Okay. Why did he hide it؟ لماذا خبأها؟ أوكي okay. إيش الهدف من من الإخفاء الكنز؟ Who did it؟ من الذي فعله؟ Where was it hidden؟ أين كان الكنز مختبي؟ سواء كان في الصحراء أو في البحر أو في الجبال. What was the treasure؟ ماذا كان الكنز؟ ممكن يكون الكنز ذهب أو ممكن يكون الكنز مبلغ من المال أو ممكن يكون سبائك ذهبية أو ممكن يكون الكنز اللي تشوفونه إيش يناسب لكم. Who found it؟ من الذي وجده؟ من الذي وجده؟ أوكي يعني مثلا تقول هنا the fisherman، هناك ممكن تقول a driver أو مثلا okay مثلا a man was driving a car مثلا a driver وهكذا. How did he find it؟ كيف وجد هذا الكنز مثلا. Okay فكروا فيها. What did he do with it؟ ما الذي فعل به. Okay هذه قصة خيالية يعني تخلقون قصة كل واحد يعني على حداء يعني فهمتوا، سواء كانت القصة ما الذي يعني فكرتوا فيه فتكتبونه يعني. طيب فهنا ايضا الركن الكتابة الصحيحة. When you write a story you need to think about، عندما تكتب القصة يجب عليك التفكر بماذا. Your audience، okay who is reading or listening to the story، يعني يجب عليك تعرف جمهورك من الذي يقرأ أو يستمع للقصة. The people characters in the story، يعني شخصيات الناس في القصة. Who are they، من هم. What do they look like، وما يبدون أو كيف أشكالهم أو كيف يبدون. What kind of person are they، أي نوع من الأشخاص هم، أشرار أم طيبين. The place or places where event take place، يعني عن الأماكن، عن المكان أو الأماكن التي تجري فيها الأحداث، يعني تصف هذه الأماكن. مثلا هنا موصوف عن البحر. The events، الأحداث. Plot، the plot. What happens in your story، ماذا حدث في قصتك. Use past verb، إذا تستخدم كتابة القصة يجب عليك أن تستخدم في صيغة الماضي الذي تكثر فيها was و were و. أوكي طيب. The time things happened، وأيضا وقت حدوث الأشياء. Which year is your story set in، ما أي في أي عام تدور قصتك وفي أي وقت من اليوم هو. What time of the day is it، which season is يعني. وأيضا ما استخدم الوقت الماضي وما هي تترتب الأحداث فيها يعني. Tense or order your events، يعني لازم تكون مسلسلة الأحداث يعني الأول والثاني والثالث يعني وهكذا. The beginning and the end of the story، البداية ونهاية القصة. How will you begin your story، كيف تبدأ قصتك. How will you end your story، كيف تنهي قصتك. كل هذه تقريبا أخذناها في مناهجنا في اللغة، وأعتقد وهنا مترجم باللغة الإنجليزية. What was your reaction، sorry، what do you think causes a reaction، ماذا تعتقد يعني سيكون، ماذا تعتقد ردة فعل. مثالا surprise، مفاجأة، suspense، يعني أشياء يعني